راديو نيل. تعرفوا أو عمركم سألتم نفسكم مين أول سيدة حصلت على رخصة قيادة؟ أنا هقولكم. وتخيلوا بقى لو في حارة في الشارع مخصصة للسيدات فقط. حصلت عباسية أحمد فرغلي ابنة رجل الأعمال الشهير ملك القطن على أول رخصة قيادة لامرأة مصرية عام 1920. واللي ما تعرفوش كمان إن كان في قانون قديم في ولاية ممفيس ونيو أورلينز، وهو كان بيوجب أن يسير رجل يحمل علم قدام السائقة النساء. وتخيل في بعض الدول عاملين حارات في الشارع مخصصة للسيدات، ولو في حد في الحارة دي راجل هيتعرض لعقوبة شديدة ودفع غرامة كبيرة يا مؤمن. هو أحد القوانين الشهيرة في الولايات الجنوبية الأمريكية، والذي يوصف بأنه قانون تمييز جنسي بامتياز. وينص هذا القانون على أنه يجب أن يسير رجل يحمل علم أحمر أمام السائقات النساء في حالة قيادتهن للسيارات على سبيل التحذير. وسبيل التحذير لمين بقى؟ للمرأة وسائقين الآخرين على الطريق. وفي قانون تاني في بعض الدول بينص على عدم التعرض لسيدة تقودها سيارة أو تقود سيارتها، وأكيد في بنات بتتعرض لده كتير، ولكن أكيد القانون ده كان اسمه سيبوها والنبي. سيبوها هي مش ناقصة. سيبوا المرأة في حالها. سيبوها. سيبوا المرأة في حالها.